ناحية صورة الأجزاء، أحفظ أنا صورتين في لمدة نص ساعة، هل يجوز؟ تحفظ صورتين؟ إيه جزئين يعني، هذا تقرأ بالجزء جزئين جزء. يعني؟ ها؟ أنت تقرأ جزئين يعني قصدك؟ إيه تقرأها خلال نصف ساعة؟ نص ساعة، يعني جزء جزء. يعني أنت تقرأ جزئين كاملات في نصف ساعة؟ لازم ساعة يا شيخ؟ لا، أنت هل أنت تستطيع أن تقرأ جزئين في نصف إيه ساعة؟ لا ما تستطيع. ما أستطيع، بس يعني قالوا لي إن هذا يجوز و... سؤالك ما فهمته، لكن أنت قصدك أنك بتقرأ بسرعة شديدة يعني؟ إيه بالسرعة يعني أختمها كلها. طيب معك مصحف الحين؟ معي مصحف. يلا اقرأ لي، كيف بتقرأها؟ ها ما سمع. ألو، إيه، اقرأ لي كم آية بالطريقة التي ستقرأ بها جزئين في نصف ساعة. بالنص ساعة. أنت الآن تقول سأقرأ جزئين كاملات خلال نصف ساعة فقط. أي طيب، قراءتك ستكون سريعة جدا جدا. اقرأ لي أشوف كما تقرأ مع نفسك دائما. اقرأ الآن، اقرأ الحين الحين الحين. ها لأني أنا يلا وأنا أسمع. مشكور شيخ، بارك الله فيك. هذا ما فهمتني يا خالد، أنا مو سأجيب سؤالك إن شاء الله. طيب تنتظر مع عبد الله بس لحظتين. بالنسبة لقراءة القرآن، يقول عبد الله بن مسعود: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، ويقول: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر. فقراءة القرآن لا بد أن يحصل فيها تأني، لا أعني أن يبدأ الإنسان يمد الآيات مدا ويرتل، لا، برضو الإنسان قد يحتاج أن يقرأ بسرعة حتى يستطيع أن يقرأ 3 أو 4 أجزاء يعني يوميا. أما قراءة يعني جزء كامل خلال ربع ساعة فقط، فأنا أستبعد أن يكون الإنسان يقيم الأحرف في ذلك. يعني كوني أقرأ يعني ما يعادل تقريبا 20 صفحة خلال 15 دقيقة، فالصفحة تأخذ مني قريبا من 40 ثانية، هذا أستبعد أن يستطيع الإنسان أن يقيم الأحرف إقامة تامة. فينبغي الإنسان يتأنى، يعني أقل ما يقرأ في الجزء الكامل في الغالب إذا كان سيقيم الأحرف في الغالب 25 دقيقة، وقريبا منها، أقل منها بقليل أو أكثر بقليل.